دلوقتي خلونا نتعرف مع حضراتكم على عناوين أخبار حلقتنا النهاردة. تعديل برنامج منتخب اليد بعد إلغاء ودية البرازيل. وفد من الصحة العالمية يطمئن على الإجراءات الاحترازية بالأسكندرية. الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن عن 19 طاقم تحكيمي لإدارة المونديال. بطاقات ذكية تكشف التزوير وتواجه كورونا في المونديال. نجوم حفل افتتاح مونديال اليد في الفقاعة الطبية.